غاب. سل سل موت مو برافو مو تا مو موت مو برافو سب سب تعال كلاب برافو كلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كنت منو سي كاب عايزين نقعد النهارده. شوفوا يا جماعه الكلب ده شكله كلاب 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 ده. طبعا يا جماعه ده كلب بيتبول. طبعا انتوا بتستخدموا البيتبول بالشكل ده جاي طاعة شراسة وهنقفلوه كده وهيمشي وبطاعة شراسة وشراسة جدع شراسة احنا بنعيد عليه بس طاعة شراسة نعيد عليه نعيد عليه يا جماعة. ولازم طبعا نحفظه بالكلاب وناخد بالنا منهم عشان الكلاب روح وكده لازم قوي ندربوهم والتدريب ليهم حلو. دول بتوع حراسة حد طلع لك البيت هيهاجمهم كده هيعملهم سل 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 تحت 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 موت 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 سب تعال تم يا جماعه كده شفنا اوامر باي 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 تمش كاكولا فوكس ثمانية كاكولا والله يعني ماني سامعة يعني بيبقى الناس هتسمع ازاي. باي 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 تعملش كار كلك في كاس سامع لك راح الفركه. الكلب عايز يبوسك يا ابني خليه يبوسك. السلام عليكم.